المرحلة الجديدة 11 من مشروع إخلاص انطلقت. نعم انطلقت قبل عدة أيام، ومعها أثبتت الشركة ولاء زبائنها، لأنه كافة الشقق من نمط 2+1 تم بيعها حال افتتاحها. شو تفاصيل هاي المرحلة؟ إليكم هذا الفيديو من امتلاك العقارية. المرحلة الجديدة فيها 40,000 متر مربع مساحات خضراء من أصل 55,000 مساحة المشروع الكلية، 6 بلوكات عدد طوابق بين 17 ل 19 طابق، عم تضم 582 شقة بخيارات متنوعة من غرفتين وصالة حتى 4 وصالة، وما ننسى أنه غرفتين وصالة تم بيعها بشكل كامل، كل شقة لها بالكون. الخدمات الاجتماعية عم تكون في بناء كامل منفصل، متكاملة الخدمات، منفصل الرجال عن النساء. بالمقابل الإطلالات عم تكون إطلالة على البحيرة وإطلالة على قناة إسطنبول المائية، وما ننسى أنه بهذا المشروع في حضانة ومركز تعليم. إخلاص 11 حقيقة بمنطقة استراتيجية ضمن إسبارتا كولا، واحدة من أهم المناطق الاستثمارية بإسطنبول الأوروبية. مشروعنا هون بهي المنطقة بعيد عن قناة إسطنبول المائية 1 كيلومتر، 1 كيلومتر عن طريق الـ80 اللي بياخدنا للطرف الآسيوي بشكل مباشر، وقريب أيضا من محطة مترو مرمراي اللي بتاخدنا أيضا للطرف الآسيوي. نحن حاليا بعاد عن مطار إسطنبول الجديد 30 دقيقة بالسيارة، لكن بعد افتتاح خط المترو الجديد حنكون بعاد فقط 20 دقيقة. وطبعا أكيد ما رح ننسى محطة المترو بجوار المشروع بشكل مباشر اللي بتحمل اسم بزيم إفلان. هي شقة العرض اللي سبق وصورناها لكم مع انطلاق المرحلة العاشرة، 4 غرف وصالة مساحتها 220 متر مربع، وتم اعتمادها من قبل شركة الإنشاء مع انطلاق المرحلة 11 بنفس المواصفات، التشطيبات، المساحات وجودة الإنهاء. موعد تسليم المشروع بشهر 5 من عام 2025، لكن ثقوا تماماً أن المشروع حيتسلم بعام 2024. ليش؟ لأنه معروف عن الشركة أنه بتسلم قبل بوقت. لا تنسوا زيارة الرابط الموجود بوصف هذا الفيديو للاطلاع على تفاصيل المرحلتين السابقتين 9 و10، وتواصلوا دائماً معنا في امتلاك العقارية. إلى اللقاء.